بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت الآن إلى مديرية أوقاف دمياط الدفعة السادسة من دفعات لحوم الأضاحي والتي توزع على الأسر الأكثر احتياجا، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف دمياط 17 طنا. تقوم المديرية بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط. ونشكر لمعالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف اهتمامه بالمحافظة، ونتمنى المزيد من التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وتوفيق سلمت اليوم مديرية أوقاف الإسماعيلية 29/29/2020 أربع طن من صكوك لحوم صكوك الأضاحي، يبلغ ما وصل إجماله إلى مديرية أوقاف الإسماعيلية 30 طن من لحوم صكوك الأضاحي، توزع على الإدارات الفرعية والمساجد الكبرى ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. جعل الله هذا العمل في ميزان حسنة الجميع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بمشيئة الله تعالى وصل الدفعة السادسة من لحوم الأضاحي تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. حفظ الله مصر وأهلها وجعلها في أمان وضمان إلى يوم الدين. اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر سبتمبر عام 2020 سوف يتم تسليم لمديرية أوقاف الشرقية عدد 4 طن لفضيلة مدير الدعوة بالمديرية، والله الموفق. الحمد لله موجود النهاردة 14 إدارة، هذه اللجان الفرعية هتتكفل بتوزيع اللحوم في الأماكن الأكثر احتياجا على حسب تعليمات معالي وزير الأوقاف.